السؤال سائل بيقول: اختلفت انا مع ابني، ابني عايز يقرض واحد 7000 دولار مثلا ويراها قرضا حسنا، وانا ارى هذه العمليه ربا، فقررنا نحتكم ونسال. ايه الموضوع؟ يقول ان صديق ولده سوف يقترض 7000 لاصلاح سيارته، يقوم المقرض اللي هو ابنه يدفع المبلغ ده ويتابع اصلاح السياره وياخذ منه بعد عام 17، ناظرين هو تابع اصلاح السياره، يعني اجتمع قرض وخدمه هيبذلها ماشيه كده في ظل القرض بموازاه القرض. وحدث خلاف بين اب وابنه في مشروعيه هذه المعامله. نقول له: يا رعاك الله، هذه الصوره ينبغي الانكفاف عنها والامتناع منها للنهي عن اجتماع سلف وبيع، فهذه المعاملة فيها سلف 7000 وفيها بيع لخدمة، خدمة متابعة السيارة إلى أن ينتهي إصلاحها، وقد يكون هذا ذريعة إلى الربا، لأن المقترض سوف يغض الطرف عن ثمن هذه الخدمة. الخدمة دي ربما تساوي 1000 1500، لكن لأنه مزنوق وعادي يستلف فيعديها عشان القرض يمشي. المقترض سوف يغض الطرف عن ثمن هذه الخدمة مهما كان مبالغا فيه مقابل تمرير القرض، فخير للولد الصالح إن كان يريد ثواب القرض الحسن حقا أن يفصل بين القرض وخدمة متابعة السيارة، وألا يجعل من الإقراض سبيلا إلى الاسترباح، فإن القرض في الشريعة من عقود الإرفاق وغايته رفع الضيق عن الصديق، ومن أقرض قرضا فله نصف أجر الصدقة، لو أقرضت 10000 لك نصف أجرك لو كنت قد تصدقت بها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.